هو وفد رفيع المستوى من الجانب الرسمي التركي يتوجه اليوم إلى ليبيا لإجراء محادثات رسمية بتوجيهات وتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يضم هذا الوفد 4 وزراء هم عمليا أهم وزراء في الحكومة التركية، بالإضافة إلى مسؤولين اثنين هم مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية ومتحدث الرئاسة التركية. الوزراء هم وزير الخارجية ووزير الدفاع، ثم وزير الموارد الطبيعية، الطاقة والموارد الطبيعية، ثم وزير التجارة. 4 وزراء يضم هذا الوفد برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو. المحادثات ستركز على عدد من المحاور والملفات، أبرزها ما يتعلق بمراجعة العلاقات السياسية بين الجانبين التركي والليبي، ومراجعة الاتفاقيات التي تم توقيعها في أوقات سابقة بين أنقرة وطرابلس، أو بين أنقرة والحكومات الليبية السابقة، تحديدا حكومة فايز السراج السابقة، والحديث مرة أخرى عن رغبة في تحديث هذه الاتفاقيات، ثم الحديث عن يعني تفعيل وتحديث اتفاقية التدريب والتعاون العسكري على وجه التحديد، ثم الحديث عن ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، والبحث في الأوضاع السياسية الداخلية في ليبيا، خاصة ما يتعلق منها بملف الانتخابات والعلاقات بين الأطراف السياسية والأوضاع الميدانية في الداخل الليبي. هذا هو المعلن رسميا بحسب وزارة الخارجية التركية في بيانها الرسمي، ولكن ما تحدثت عنه وسائل إعلام مختلفة في هذا الإطار هو أن الجانب التركي سيبحث اليوم ملف استئجار المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، الليبية طبعا في البحر الأبيض المتوسط، من أجل قيام شركات تركية بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة. هذا الأمر إن حدث، إن وقعت اتفاقية بهذا الخصوص، فهي تطور مهم جدا. لماذا؟ لأنها ستمنح تركيا إمكانية يعني البحث عن أو عمليات تنقيب، تنفيذ عمليات تنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية في مساحات كبيرة جدا في البحر الأبيض المتوسط. هذا الملف على الأرجح سيشكل ملفا خلافيا كبيرا بين تركيا والجانب اليوناني على وجه التحديد، لأننا نتحدث عن حدود متنازع أو مختلف عليها، مناطق مختلف عليها، مناطق بحرية بين تركيا والجانب القبرصي على سبيل المثال، قبرص اليونانية، وبين تركيا واليونان، وبالتالي أخذا بالاعتبار جزيرة كريت ومالطا، وبالتالي نتحدث عن ملف بالغ الحساسية. الوفد سيتوجه اليوم بحسب ما هو معلن رسميا، والجانب الرسمي التركي يعول كثيرا على ما سيخرج عن هذا الاجتماع من اتفاقيات وتفاهمات إذا صح التعبير. والكل هنا في تركيا يجمع على أن هناك رغبة تركية في تعزيز دور الشركات التركية للعمل في الداخل الليبي على وجه التحديد. نتحدث عن قطاعات تتعلق بالغاز والنفط، أخذا بالاعتبار أن الوفد يضم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بعمل الشركات في الملفات الاقتصادية والتجارية، منها ما يتعلق بالبنية التحتية، أخذا بالاعتبار أن الوفد يضم وفد وزير التجارة التركي. على المستوى العسكري، وجود وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ضمن الوفد يعكس أن هناك محادثات مهمة ستتم على المستوى العسكري، يعني تتعلق تحديدا بالوجود العسكري التركي في ليبيا، وبتعزيز اتفاقيات التعاون والتبادل العسكري، ودعم تركيا للحكومة الليبية، حكومة لدبيبة حاليا، وعمليات التدريب التي تتم وفقا ما تقول أنقرة إنها بناء على اتفاقيات، بالإضافة إلى الملفات السياسية التي سيبحثها بالطبع وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو. علام صبيحات مراسل الغد من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.